عندنا مشكلة في الحقول، حقول الغاز. شركة إيني الإيطالية قالت لنا أنها وقفت خط تطوير حقل ظهر المصري للغاز، ده اللي نقلته الجزيرة، والمصري اليوم ردت عليها ونقلت عن وزارة البترول أن شركة إيني يا جماعة ما سحبتش سفن الحفر من حقل ظهر ولا حاجة. عندي النهاردة خبر ياريت نجيبه يا جماعة، أن عندنا حقل تاني في مصر دلوقتي بيقل إنتاجه حوالي 50%، وده لأن المصايب ما بتجيش فرادة. يعني عندنا مشاكل في حقل ظهر، وفي حقل تاني امبارح أو أول امبارح ظهر على العلن. إيه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه بمنتهى الوضوح بمنتهى البساطة إن إنتاجه من إنتاجيته عموما من البترول والغاز قلت حوالي 50%. 50%. تناول الموضوع ده زملاء صحفيين كتير منهم سليم عزوز، وقال يعني الله يكون في عونكم، انتوا هتلاقوها منين ولا منين؟ الفشل جاي منين ولا منين؟ هتقول لي طب والحكومة ايه ذنبها؟ هقول لك لا، الحكومة ليها ذنب، لان مثلا في حقل ظهر ده اللي ادى ان الحقل يتم تعطيله بشكل كبير حاجتين. اول حاجة تدخل عبد الفتاح السيسي الشخصي لما قال لهم عايزين نزود نسبة انتاجية البترول او نسبة انتاجية الغاز، فبسرعة يا جماعة، ففحروا بسرعة، اتسرب مية جوه الحقل، فالدنيا خربت. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الشركة عايزة فلوسها واحنا ما بندفعش الفلوس، مع ان احنا واخدين فلوس بعنا بيها راس الحكمة، بس مديونياتنا اكتر، فبناخد الفلوس دي عشان نسد بيها اقصى ديون السي سي بي. طيب ايه الحقل الجديد وايه قصته عشان تعرف ان الموضوع في، مش هقول لك سوء حظ، لا، في سوء تخطيط، وفي ان الراجل ده نحس فقر زي ما انت عايز تقول. قول. حقل ريفن بيلحق بحقل ظهر، تراجع الانتاج في تاني اكبر حقل للغاز في مصر بنسبة تصل الى النص. ازمة انخفاض انتاج الغاز بتكلف مصر 21 مليون دولار. امتى؟ في اليوم الواحد. يبقى بعد حقل ظهر حقل ريفن يلحق بحقل ظهر وبيقل انتاجه النص، وتقريبا بيخسرنا في اليوم الواحد 21 مليون دولار. بس كده؟ لا، تعال شوف كم المشاكل اللي بتواجه النظام والدولة المصرية بسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة. شركة سيمنز الألمانية تحت عنوان شركة سيمنز الألمانية تفاقم أزمة الكهرباء في مصر. ليه شركة سيمنز الألمانية هتفاقم أزمة الكهرباء في مصر؟ هتلاقي الكلام ده بالتفصيل في السطور اللي هنقراها مع حضرتك، اللي بتقول لك ان قبل وصول صفقة الغاز المسال للشبكة الوطنية للعمل بكامل طاقتها بهدف الحد من انقطاع التيار الكهربائي، تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية. ليه يا جماعة؟ لأن شركة سيمنز بتطلب من الحكومة سرعة استلام المشروعات اللي مولت إقامتها واللي بتديرها حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف جنوب القاهرة، ده مقابل الحصول على مستحقاتها المالية. ولأن الخزنة عند السيسي فاضية فهو مش عارف يدفع لهم، فالشركة بتهدد إنها هتتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتين بيوفروا ثلث قدرات التوليد المنتجة بشبكة الكهرباء بمصر. يعني ايه يا سيد الفاضل؟ يعني الازمة اللي حضرتك عايشها دلوقتي ممكن تبقى ازمة اكبر في الكهرباء. امتى؟ لما السيسي يعجز عن تسديد الاموال لشركة سيمنز اللي بتولد على الاقل تلت الكهرباء في مصر. طب هو السيسي هيعجز؟ هو السيسي عاجز بالفعل، لان مفيش فلوس، وكان معول على الشريحة الثالثة اللي تيجي من صندوق النقد اللي هي 820 مليون دولار، وزي ما انت شايف فيها مشاكل ومش هنستلمها ولا حاجة. مع اي نعم الحكومة بتنفي انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل اكبر محطتين للكهرباء زي ما الخليج كده بتنقل عنها، بس احنا ما بنتكلمش عن انسحاب، احنا بنتكلم عن ان دولة، ان شركة عايزة فلوسها والدولة مش قادرة تدفع لها، وبتقول ادفعوا لنا وتعالوا خدوا حاجتكم واحنا مش قادرين ندفع. يبقى المقابل ايه؟ انك لو ما دفعت لها شهر اتنين، ممكن تصبر عليك شهر اتنين تلاتة اربعة، وبعد كده هتبقى بتدفع من جيبها بخسارة، فهتقول لك سلام عليكم حاجتك عندك
وعليك التزامات ماديه كده كده غصب عنك هتدفعها لي بالتراضي او بالمحاكم الدوليه، وتسيب لك الجمل بما حمل وتمشي. والكهرباء اللي بتقطع ساعتين وثلاثه ممكن ترجع تقطع بقى ايه 7 و8. ده علشان نبني الوطن؟ لا، ده ملوش علاقه ببناء الوطن، ده ليه علاقه بسوء الاداره والبومه التافه اللي قاعد على راس الدوله. طيب حال البلد بس ليه علاقه بصندوق النقد ولا ليه علاقه بشركه سيمنز؟ لا، البلد جايبه ورا في كل حاجه. وبعيدا عن نظريه اصل الامريكان بيضربوا لنا قناه السويس علشان يرقعوا مصر، بعيدا عن الكلام ده، لان دي النظريه اللي بيحاول يروح لها الشمرشجيه بتوع السيسي علشان يقولوا لك ان دي مؤامره. لا، دي مش مؤامره، دي برضو سوء اداره في المشهد الدولي اللي هو بتاع ايه؟ بتاع غزه والحرب اللي حاصله هناك. سوء اداره ليه؟ لانك ما بتتفاهمش مع الحوثيين مثلا او مع اليمن. سوء اداره ليه؟ لانك ما بتقدمش شكل من اشكال الحمايه للسفن دي من دخولها من باب المندب. كان ممكن يبقى عندك حلول كتيره، ولكن لان انت بتسمع كلام اسرائيل تماما فانت واقف محلك سر مش قادر تقدم حلول.